معنى تاني من معاني التسليم اللي تخليك كده تهدى وتخفف ألمك، اشتغل على المتاح يفتح لك غير المتاح. دنياوي قوي ده. ليه علاقة ده بالتسليم والهم والحزن؟ لأن انت في ايدك ايه؟ في ايدك حاجات متاحة اشتغل عليها بإحسان، ومش في ايدك ايه؟ حاجات تانية كتيرة سلم لله. فانت عندك دايرة، فيها دائرة تأثيرك إحسان، برة دائرة تأثيري تسليم. اهي بصوا الرسمة، اهي بصوا داخل دائرة تأثيرك إحسان، والأسهم اللي برة دي عمال بتزود بالإحسان بتاعك، بتزود دائرة عشان تكبر الدائرة بتاعتك. طب والدائرة الكبيرة دي؟ سلم. طب انت بتقول ايه علاقة ده؟ اشتغل على المتاح يفتح لك غير المتاح. لان للأسف من اسباب الحزن والغم في الدنيا ان انت وانت في وسط الدايرة دي عينك على غير المتاح. في كتاب اسمه Man's Search for Meaning، بيقول لك جوه الكتاب ده ان انت لازم تعترف لنفسك ان انت مش كل حاجة هتعرف تعملها، ان انت لازم تبقى انت عندك الصراحة الكافية ان انت تقول لنفسك لا دي برة تحكم، يعني انا مش هعرف اتدخل في دي، انا موت نفسي اعمل اللي عليا، بس في حاجات انا مش هعرف اتدخل فيها. فانت من جزء من وجعك انك على طول الشيطان عمال يخليك تحلمي بغير المتاح. يا اخي طب ما تشتغل على اللي ربنا اداهولك وتحسن جواه. شاب ونفسه يعمل للاسلام حاجات كبيره جدا جدا جدا، وشايف ناس عامله حاجات كبيره، فهو بقى عايز يبني مساجد لله وعايز يعمل ايه المتاح يا حبيبي؟ يعلم 5 اطفال. الشاب ده كان انا. يعلم خمس اطفال. والله كان كل اللي انا بعمله نفسي اعمل حاجه للاسلام، هم 5 اطفال بعلمهم نقرا القران، ومبسوط قوي 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 قوي. اشتغل على المتاح يفتح لك غير المتاح. هي قبل ما تتجوز كان بتصلي كتير في رمضان وبتتعبد كتير، لما اتجوزت بقى عندها عيال مش قادره تتعبد، خلاص انا بقيت وحشه. يا بنتي اشتغلي على المتاح. لا ما انا ما اصلي زي ما الاول، يا اما انا بقيت بعيده عن ربنا. اشتغل على المتاح. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قال من تقرب الي شبرا انا قابل الشبر. عمرك فكرت في الحديث كده؟ أنا موافق على الشبر. اشتغل على الشبر. من تقرب إليه شبرا أوسع له الدائرة، تقربت إليه ذراعا. ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا. ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. يمشي. اشتغل على المتاح. اهدى بقى. بتقعدش تتعب نفسك باللي مش في إيديك، هتتعب. هون عليك. حلوة الأفكار. طيب ناخد اللي بعدها. هون عليك اللي هي الفكرة الأساسية بقى، فكل مر سيمر. كله بيعدي. فاكر أكبر مصيبة حصلت لك في حياتك؟ أكبر مصيبة حصلت لك في حياتك إيه اللي باقي منها دلوقتي؟ ولا صح. مش يمكن ساعات بتضحك عليها؟ صح. طب أنت كنت بتعيط ساعتها قد إيه؟ منهار مش كده؟ طب ودلوقتي إزاي يعني؟ عدت. كله بيمر. اللي سترك في الماضي يسترك في اللي جاي، واللي قواك في الماضي يقويك. مش أنت زي ما أنت؟ مش أنت بتحاول ترضيه يضيعك ليه؟ يا عم اللي سترك زمان. بلاش بقى مخاوف الشيطان بيقعد يخوف فينا ويعمل سلاسل الوهم، هترفد وبعدين عيالي هتتشرد وبعدين مش هلاقي مدارس ادخلهم وبعدين هطلق مراتي، انا انهارته هو قاعد على مكتبه. يعني ما فيش حاجه حصلت. هون عليك، كله بيعدي، كله بيعدي بالراحه بالراحه. هون عليك بس اتقي الله، فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هون عليك بس وأيقن في الله وحسن ظنك بالله، أنا عند ظني عبدي به. هون عليك وتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أنا مسؤول عنك. هون عليك وسلم أمرك لله، معقول تسلم ويضيعك؟ هون عليك واعبده، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه وبصره وقدم. هون عليك. هون عليك وصلي كتير على النبي، فهو بيقول لا يصلي علي مكروب إلا فرج الله عنه كربه. هون عليك واقرأ سورة يوسف، لا يقرأها محزون إلا سري عنه. هون عليك وافتكر شفاعة النبي ليك طول ما أنت ماشي على خطاه، لأن شفاعته هي تهوين عليك يوم القيامة. هون عليك وافتكر حوض النبي، لأن حضنه ليك يوم القيامة يهون عليك يوم القيامة في عطش يوم القيامة. هون عليك، كله بيعدي. ممكن تهدي بقى، ممكن تهدى، والله الدنيا بسيطة. طيب معنى كمان مقارنة الدنيا بالآخرة. بتقارن إيه بإيه يا عم؟ ده احنا داخلين على حاجة حلوة قوي قوي قوي، خلينا نعدي بسلام ونروح. ده احنا بس معديين ورايحين.
مقارنة الدنيا بالآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الدنيا في الآخرة كما يضع أحدكم إصبعه في اليم، بحر، نهر، حطيت إصبعك فلينظر بما يرجع. ولا حاجة، إيه المثل ده يا رسول الله؟ قول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. ولا حاجة، ده الدنيا في الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا، أكتر واحد اتنعم في الدنيا ترى مين ده؟ وهو من أهل النار والعياذ بالله، فيغمس غمسة في النار، غمسة يعني مقدار ما تاخد نفس، ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط، كل الدنيا اللي اتنعمت فيها. ويؤتى بأشقى أهل الدنيا، كان عنده مرض مزمن ده الله أعلم، ولا مات كل أهله، ولا حصل له إيه ده، بأشقى أهل الدنيا وهو من أهل الجنة، فيغمس غمسة في الجنة، نفس واحد في الجنة، هل رأيت شقاء قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما رأيت شقاء قط. بتتكلم في بسيط خالص، الجنة هي اللي باقية. أي حاجة تقسمها على ما لا نهاية تساوي صفر، صح؟ هتعيش بقى كم سنة؟ وخدت فلوس قد إيه وعملت اقسم على ما لا نهاية؟ صفر ولا حاجة. يعني تقدر تقول إن الدنيا كأنها شبه عالم افتراضي، والحقيقة هي في الآخرة، الحقيقة هي في الآخرة. وبدأ الغرب يقول كلام زي كده، إن ده شكله ظل للحقيقة. وإيلون ماسك قال الجملة دي في انترفيو قريب، الأشعر إن إحنا مش في الحقيقة، إحنا في عالم افتراضي. ولما تفتح كتب السلف يقولك الدنيا ظل الآخرة، انت كأنك ماشي في ظلك. هون عليك، اهدي بقى، اهدي، الموضوع بسيط قوي، هون عليك وما تزعلش قوي من التحديات والمصايب بتاع الدنيا، فبها تكتب القصص الكبرى في الحياة. انت عايز يكتب فيه قصة، يعني عايز تقعد مع أولادك تحكي لهم أبوك حصل لكم ايه، يا أولاد أنا نجحت، طب ربنا يوفقك. تخيل مثلا محمد صلاح كان اتولد كده بيلعب في ليفربول، يعني ده انا اتمرمطت وتعبت وحصل لي وحصل لي وحصل لي وبعدين نجحت، دي قصه تتكتب. يبقى التحديات اللي انت زعلان منها بتكتب قصه حياتك. تخيلوا تخيلوا لو سيدنا يوسف تاه من ابوه، كويس، لقوه بعد اسبوع ورجع له، فين قصه سيدنا يوسف؟ يعني نحكي ايه؟ يعني ايه الموضوع؟ مفيش موضوع، مفيش قصه، مفيش يوسف اصلا. إنما القصة عايشة لغاية النهاردة، بتحكيها البشرية في كل الأديان وبكل لغات العالم لأنها قصة تتحكي. بتزعلش من التحديات، عايز تكتب القصة ولا مش عايز تكتب القصة. تخيل لو سيدنا موسى راح لفرعون: يا فرعون أنا بدعوك إلى الإسلام. قال له: والله معك حق يا موسى، أشهد أن لا إله إلا الله وأنا رسول الله. في القصة سيدنا موسى، تخيلوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم راح لأبو جهل، أول حاجة أبو جهل: يا معشر قريش كلنا مع محمد، فين ال 23 سنة؟ نحكي إيه؟ يبقى فين السيرة النبوية اللي إحنا عايشين بيها لغاية النهاردة؟ قول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. من غير المعاناة بتاعت مكة مفيش قصة تتحكي. ما تزعلش بقى، اهدى بقى، اهدى وسلم، ده بيكتب لك قصة. انت عايز تفضل صغير خليك بقى صغير. فيحصل ايه؟ لا مش عايز تكتب القصة، فانا مسلم ومش هكمل احسان وزعلت من التحديات. طب انت بقى خليك صفر ومش هتكتب لك قصة في الحياة، وادخل الدنيا واخرج منها زي ما دخلت. انت عايز ايه؟ ما هو زي بالظبط اللي عايز المثل اللي انت قلته لي، واحد عايز عليك بيقولي المثل اللي امبارح، واحد عايز يخش الجنه من غير ما يموت. يخش الجنه ازاي؟ واحد عايز يعمل قصه وعايز يبقى له قيمه واضافه في الدنيا من غير تحديات. يا ابني ما ينفعش، ما فيش قصه تتحكي، مالكش حاجه عندنا. لا انا مش عايز تحديات، خليك صفر، هون عليك بقى، خلينا نرجع للموضوع، هون عليك، هون عليك بس احسن وسلم بس. هم كلمة، هي المعادلة كلمتين، هي الخلطة كلمتين، تسليم وإحسان. هون عليك آخر حاجة وعيش معنا لا حول ولا قوة إلا بالله. لأن كلمة التسليم لما تحب بقى تمارسها، عشان ممكن تقولي طيب يا سيدي كل الكلام اللي انت قلته لي دي أعمل إيه بقى؟ السبحة دي وذكر كل يوم 100 مرة. إحنا هنا بنعمل كده كل يوم الفجر، يعني احنا عايشين كده حتى هنا في التصوير، احنا مش جايين نصور، احنا طالعين رحله روحيه. 100 مره لا حول ولا قوه الا بالله، واقعد انا افكركم اقول لكم ايه يا جماعه؟ لا فاعل في الكون الا الله، فاقول لا حول ولا قوه الا بالله.
لا فاعل في الكون، لا يكون في ملك الله إلا ما يريد الله، لا يجري تحت سماؤه إلا ما يريده هو وحده. سلم بقى أو اخبط دماغك في الحيط. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، لأن الجنة من أحلى الحاجات اللي فيها راحة البال. فأنت لما بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله خدت حتة من الجنة، لأن حصل لك راحة بال زي اللي في الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول عنها النبي دواء لمئة داء أدناهم الهم. يا نهار أبيض، لما أدناهم الهم يبقى اللي فوق إيه؟ كل الأمراض النفسية. طب والتسليم يتحقق بإيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كل يوم لازم يبقى ورد، ورد ذكر عندك لا حول ولا قوة إلا بالله. وإنت بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله من معانيها لا حول عن المعصية ولا قوة على الطاعة إلا بالله. أنا بطيعك، أنا بعبودك بتوفيقك ليا، أنا سجودي وقيام ليلي وذكري ليك ده بتوفيقك ليا، أنا حمدي ليك من توفيقك ليا. لا حول عن المعصية ولا قوة على الطاعة إلا بالله. لا حول عما يؤذيني ولا قوة على ما ينفعني إلا بالله. لا حول عن التحديات ولا قوة على النجاحات إلا بالله. كله بلا حول ولا قوة إلا بالله. أنا على بعضي كده كده مغموس جوه لا حول ولا قوة إلا بالله. تقولها يحصل لك إيش؟ اهدي بقى، اهدى اهدى اهدى. أما قاعدة اليوم مريحة بشكل، والله والله مريحة يا عم. الدنيا بسيطة يا عم، الدنيا في الأخرة ما تسويش حاجة، الأخرة هي اللي باقية وإحنا رايحين، ده إحنا في الظل، ده إحنا في شبه عالم افتراضي يا عم. كل الأمراض النفسية سببها الرفض. أنا مش رافض، أنا سايب القدر يمر في حياتي، مش هقف في سكة القدر يا عم. القصة الكبيرة بتتكتب بالتحديات، خلينا نستمتع برحلة الحياة دي، هي حلاوتها في وجعها لغاية ما توصل إن شاء الله للثمرة بالتسليم والإحسان يا عم. كله بيمر، اللي سطرك في الماضي يسترك في اللي جاي يا عم. اشتغل على المتاح يفتح لك غير المتاح يا عم. بس خلاص لخصتوا لكم اللقاء كله. حلو الكلام، خلصت انا. ايه عندكم يا حبيبي؟ من غير التسليم ولما الشخص بيحاول ان هو يشتغل على اللي داخل وخارج دائرة تأثيره في نفس الوقت، كأنه بيعوم عكس التيار، مهما حاول وعافر عمره ما هيوصل. الله، حلوة الفكرة دي. طول ما انت مصر على بره دائرة تأثيرك بتعوم عكس التيار. وريني هتوصل ازاي، وقف مكانك، اشتغل على اللي في ايدك. حلوة جدا. حد عنده حاجة تانية؟ ايوه صادق يا عبد الحميد. واحدة من المعاني اللي خطرت في بالي يا دكتور، انت بتتكلم على دائرة التأثير، قانون التدرج في الكون. يعني ربنا خلق الكون في 6 أيام رغم انه كان يقدر يخلقه في لحظة. فتح مكة جاء بعد 23 سنة، الحمل بياخد 9 شهور. يعني لما تستوعب انه الامور بتاخد وقتها، التسليم بيسهل عليك دي المهمة. الله، ما تستعجل. بتقولوا كلام احلى من اللي انا قلته. عايز تقول حاجه ولا خاطر يا دكتور؟ هتقول عندي بس انا شايف ان عموما تسليم لازم يبقى حتى في الحاجات اللي احنا شايفينها يعني مضمونه، دقات القلب مثلا. انا عندي خالي كان مصاب بمرض خطير في قلبه لدرجه انه كان عايش لعده سنوات بالبيس ميكر اللي بيدي دقات كهربائيه، لانه كان عايش بفكره انه في اي وقت ممكن قلبه يوقف. عايش بالفكره دي. فبعدها اشتد المرض وقلبه كان شبه ميت، وظل تقريبا عايش 8 اشهر بمكنه لعامله دور القلب ده، فكان كله مبين على صدره وكده. والمكنه دي مده صلاحيتها سنه بس، وكان عايش بالفكره دي. وسبحان اللطيف اللي خلاه اسمه عبد اللطيف، اسمه كده. ف بعدها مش عارف، ممكن لدرجه تسليمه في الموضوع ده أداله فرصة تانية، أداله دقات قلب جديدة بقلب سليم، إنه عمل زراعة قلب. نعم. والله يطول في عمره إن شاء الله. موجود وسليم. سلم لنا عليه. أمين يا رب. راح أقول إيه بقى بعد اللي أنا بقى أنا أشير مع بعض. يلا.